ردة فعل لجماهير النصر عبد الله العظيمي رصدها نتابع. والله الحمد لله على كل حال، بس مدرب غلط غلطة بسيطة انه طلع السهلاوي ودخل مكان العازمي. المفروض انه كان السهلاوي ثابت احسن يعني. والشيء الثاني انه من الاول من الاساس عبد البرناوي لعب مباراة قبل هذه المباراة، المفروض انه يلعب من بداية المباراة عبد البرناوي بدل محمد عيد. وطبعا الشوط الاول كنا ماسكين اللعب بس اضطر تاثر علينا، والحمد لله على كل حال. اولا هارد لك نادينا اللي كنا احنا نتامل مستوى افضل من المستوى هذا. قدم الشوط الاول مستوى جميل، قدم مستوى الشوط الاول مباراه بمعنى اسم المباراه، لكن الشوط الثاني رعونه. وانا صراحه اتكلم عن المباراه لاني ادري ما هي فائده لو نتكلم عن المحترفين او عن مستوى اللعيبه. الحين باقي لنا ما باقي لنا الا الكاس، كاس الملك تقريبا، الدوري راح وكاس اسيا ان شاء الله مدين لنا، ان شاء الله احنا نقدر نعوض في قطر 1-0 ناقص لاعب يعني يقدر، يعني ما انا الكلام هذا يعني ان شاء الله احنا نقدر نعوض. من الان اطلب من الاداره ككل اداره كامله وقفه مع النادي. ليش؟ لان النادي مقبل على مستوى احنا نشوفه، يعني احنا نشوف ان النادي النصر راجع، العالم ان شاء الله راجع. اولا تاهل كاس اسيا، ثانيا قدم مستوى جميل في الدور الاول من شوط من الدوري العام. ما عاد باقي لنا كاس الملك. اقول لجميع الجماهير، جميع اعضاء الشرف، ما في فائده نتكلم عن مستوى محترفين او عن مستوى لعيبه، خلاص مثل ما يقولون طاح الراس في الراس. يعني ما عاد نقدر نقول الا وقفه كجماهير وكأعضاء شرف لنظرة مستقبلية. ما أكثر ما أقول أن نظرة مستقبلية، إن شاء الله بإذن الله نشوف النصر إن شاء الله مستوى يتقابل إن شاء الله. الحقيقة يعني الوضع في نادي النصر هو يعني مقولة تقول المدخل سيء فكان المخرج سيء. للأسف إدارة النصر تقريبا تغاضت عن كل الأصوات المطالبة بتغيير الأجانب، وأكبر دليل في احتياط أجنبي، وفي اجنبي ثقيل كان على الفريق، وفي اجنبي مطرود. تخيل لما تجتمع بالطريقه هذه قوه الفريق الضاربه تكون فاقدها انت، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطي.